نعود إلى الأخبار وأخبار الجزائر العميقة مع أمير الدين يخلف. أهلا بك أمير. أهلا، مساء الخير بلال، أهلا بكم مشاهدينا إلى أخبارنا المحلية. البداية ستكون من ولاية الوادي، حيث شل تلاميذ وأولياء وفعاليات المجتمع المدني بدائرة الرباح جنوب عاصمة الولاية، شلوا الدراسة وقاموا بوقفة احتجاجية ومسيرة للمطالبة بردع التجاوزات التي تعرفها الجهة في إرهاب الطرقات، والتي أدت في كل مرة إلى قتل أطفال أبرياء وآخرها مقتل الطفلة سونيا التي راحت ضحية دراجة نارية متهورة. عبد العالي رحوما رصد التالي. طالب المؤسسات المدنية والمؤسسات الأمنية بتوفير الأمن لأبنائنا، أبنائنا لا يمكن لهم أن يتمدرسوا في مثل هذا الجو. وأيضا نطالب السلطات الأمنية بالتحديد بالتواجد أمام المؤسسات أثناء الدخول وأثناء الخروج. طالب المجلس الشعبي رئيس المجلس الشعبي البلدي بتوفير أو بزيادة عدد الممهلات على الطريق. نطالب لكل المسؤولين بدائرة الرباح وخاصة بالمستوى المركزي بولاية الوادي التدخل لعزل بهذه الكوارث الموجوده في الرباح. باي باي نجوه. وعقبت لولا اختي قلت لها امشي قبل ما يجي الموت. شوي قالت لي باي باي يا نجوه، ومن بعد عقب كي جا باش يعقب الموت بسرعه ياسر معناها يسرع بزايد، طلعوا الروضه شوي قشها الجبد شعرها وراسها شد ما بين الروضه والروضه. شوي كي جاه يرجع في الموطو باش يسقم عادي، طلع الفوق من بعد طاحوا عن وجهه تشوه وجهه. إلى ذلك، لقي صباح اليوم شخص حتفه على متن دراجة نارية وجرح اثنان آخران إثر اصطدام سيارة سياحية من نوع بيجو 505 بطريق الولائي رقم 166 رابط بين بلديتي حسي بحبح وحسي العش بولاية الجلفة. هذا وقد تم نقل الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى حسي بحبح. وفي تيارة أيضا لقي شاب حتفه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انقلاب سيارة نفعية واصطدامها بشاحنة على مستوى منطقة ولاد عوف ببلدية تخمارت، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى فرندا لتلقي العلاج. في موضوع آخر، تناشد التلميذة صابرينا من قرية داموس في ولاية سوق هراس الحدودية، تناشد أهل الخير ووزير الصحة لمساعدتها ماديا من أجل تركيب ساعد اصطناعي ليدها اليسرى الذي ولدت دونهم ما يلقى قول بظلاله على ظروف تعليمها بالطور الابتدائي. التفاصيل في تقرير مراسلنا رشيد مقدم. إلى قرية الداموس النائية في بلدية واد الكبريت الحدودية بولاية سوق هراس، زار تلفزيون النهار التلميذة صابرينا متمدرسة في الطور الابتدائي، فقرها مدقع واستغاثتها ظلت مؤجلة إلى حين. صابرينا 9 سنوات من المعاناة بعد أن ولدت دون ساعد بيدها اليسرى، محفظة مثقلة بالكتب والأدوات المدرسية، وحياة أسرتها هم وغم. وبينما نقوم بتصوير حالتها اشتد عليها الشعور المؤلم فذرفت العين وسال دمعها. نوض الصباح نحن نغسل وجهي نحن نبدد حوايجي ونرجع باش عندنا غدوة، ومن بعد كان نهز محفظتي وهي تكون ثقيلة ياسر. الأب عاطل عن العمل وأمال التكفل بابنته البائسة تتلاشى يوما بعد يوم، إلى أنه ظل متفائلا في أهل الخير. الناس الخير واللي يعني المسؤولين تاعنا اليوم اللي راهم يشوفوا فينا يعني عاونوها، يعني بان ديروا لها يعني الذراع على الاقل تقدر تعاون به، تقدر تهز كما نقولوا الحاجه تاع المحضه، تقدر تلعب، تقدر دير كل شيء يعني، وهذا الشيء يعني نجم نطلبه من صابرينا. تلميذه مجتهده في دراستها، تكتب وتلبس وتحمل وزنا ثقيلا بيدها اليمنى، صاحبة عزم على النجاح، وأملها الوحيد في الحياة يد ممدودة لحالتها، فكل معروف صدقة.
في موضوع آخر، أعلنت مديرية الغابات ومصلحة البيطرة بمديرية الفلاحة لولاية غردايا حالة استنفار قصوى بعد نفوق المئات من الطيور المهاجرة ببحيرة المنيعة التي صنفت كمحمية عالمية نظرا لوجود أكثر من 71 نوعا من الطيور المهاجرة النادرة التي ترتادها سنويا، لتنتقل لجان بيطرية تم على إثرها أخذ عينات من جثث الطيور النافقة والتي ظهرت بها أعراض تشبه أعراض وباء أنفلونزا الطيور. هذا وقد نشرت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بموقعها عن وجود بؤرة لأنفلونزا الطيور من نوع H7N1 بمحمية المنيعة ب 892 إصابة لطيور نافقة بنفس البحيرة. نفوق تاع الطيور هذه في أكثر من 26 نوع من هذه 72 نوع اللي يعني تعرضت لهذه الكارثة. الكارثة هذه نقدر نقول بدأت في 2000 بدأت يعني في هذا العام في أواخر جوي بداية أوت، للآن الظاهرة دي مازال راهي رايحة وتزيد رايحة وتستمر. خوفنا من هذه النتائج وشنو هو؟ أنه هذا المرض يا هل ترى يعتبر وباء، يعتبر يعني مرض معدي؟ يا هل ترى معلوماتنا لحد الآن أنه هذا المرض يوجد في ولاية غردية فقط ومش في المناطق الرطبة الأخرى على مستوى الوطن الجزائري. خوفنا من أنه لعل راح يتعدى هذا المرض يتعدى للإنسان. في موضوع آخر، خرج عدد من سكان ولاية ورقلة صباح اليوم إلى الشارع في وقفة احتجاجية أمام مقر صنع الغاز تعبيرا عن رفضهم لزيادات في فواتير الكهرباء التي تتجاوز قدرة المواطنين محدودية الدخل، حيث هتف المشاركون بشعارات تندد بالزيادة في فواتير الكهرباء في ولاية تسجل ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة خاصة في فصل الصيف. المزيد مع أبو سبا الزازي. كاين طريقة نتاع حساب فاتورة، روح لأي فاتورة في الكهرباء تلقى أقل كمية نتاع استهلاك هي بأنفيرغيل 25، ويلوحنا ال 25 الساكيام ترونش اللي هي 5 دينار. نعاني، عندنا عام سخانة، مش قال نعاني بزاف السيد يدي. احنا عندنا عب أسرة يدي تقاضى 1,800,000 راتب شهري، وتجيش فاتورة كهرباء أكثر من راتب شهري تاعو. واش يدير يسرق؟ ما همش حاسين بينا. أنت من الجنوب مش حاسبك صاحبي. هذه فاتورة 2.5 مليون. يا عجب، احنا مصيفين والدار لا راس ورويس، أنا والمدام والطفل، كل مرة تزور واحد 2.5 مليون. شوف ها هي لي 2.5 مليون. وراك رايح بهذا الشيء هذا؟ فالتسعين إذا فات حدها تنقلب إلى ضدها. إذا كان راك تقيسوا على الناس اللي راها تخص مليح واللي راها بترفها، أغلبية الشعب راه مش بترفها، الأغلبية تاع الشعب راه مش بطال والدخل تاعو ضعيف. يا أخو يا قيسوها على أساس المدخول، اللي مدخوله كبير يخلص كبير، واللي مدخوله ضعيف يخلص حاجة ضعيفة. وكنت الواقع الفعلي أن الجنوب الجزائري ككل عنده الحرارة مرتفعة والمنطقة حارة من أصلها، صيفهم حار محرق. هذا سندروا شكون هنا لازم يديكلارو لي طالارت، هذه حال طوارئ شكون منطقه منكوبه نوطامو في لا بيريود استيفال في المرحله الصيفيه هذه. راهي تصورت واحد خدام يخرج مع زوج تاع القايله سو ان تمبيراتور كي دي باس 50 ديغري، مش نورمال هذه. فهمت. نهايه الموعد المحلي، شكرا لكم على طيب المتابعه.